السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. أول شيء أخواتي نقول لكم نوجه لكم تحية واحدة واحدة من الأخوات المشتركات معايا، لأنكم سألتوا عليا لأني طولت عليكم الغيبة. نقول لكم الحمد لله صحتي بخير وولادي صفوان وغفرانهم بخير والحمد لله. كنت غير هي شوية في مناسبة عائلية كما سبق وذكرت لكم، كان عندي عرس أخي. إن شاء الله نتمنى كاع البنات وكاع الولاد يفرحوا إن شاء الله ويرزقكم بالأزواج طيبين يا رحمن يا رحيم. أخواتي اليوم إن شاء الله غادي نديرو دبس الرمان اللي هو من ثقافة المشرق العربي. دبس الرمان اللي هو يكون في الأكل تاعنا، نستعمله في الأكلات، في الساندويشات، في اللحوم، في المشويات، في المحاشي، في ورق العنب. بإذن الله ندير لكم وصفات عديدة به، وأيضا فيه فوائد كثيرة للصحة. منها نذكر لكم واحد الفوائد هكا على السريع، منها للنظر، مفيد جدا للنظر ومفيد جدا لتفتيت الحصى ولا القضاء على الحصى اللي تجي في الكلى، ومفيد ايضا لمرض النقرس، وايضا هو هادم للكوليسترول المضر او الكوليسترول الموفي. هو الدواء تاع الكوليسترول الموفي يقضي عليه بشكل رائع جدا. يعني اصحاب الكوليسترول، هذا الدبس الرمان خدموه في بيوتكم وديروه، ان شاء الله يكون هو الدواء الشافي والمعافي باذن الله تعالى. كما نعرفوا الرمان مذكور في القرآن الكريم وربي عطانا فوائد كبيرة فيه، ورانا في الموسم تاعه. نتمنى إن شاء الله تديروا كاع هاد اليوم هاد الوصفة وتخلوها في بيوتكم وفي البراد، لأنها تدوم إلى أشهر طويلة، تدوم حتى العام وما يفسد ما والو، لأنه فيه حموضة عضوية منه ويكون ضد الأكسدة، واكيد اكيد راح يضيف بنه ونكهه خاصه للاطباق تاعكم. اخواتي نشوفوا المقادير وطريقه التحضير باذن الله تعالى. اخواتي هنا كما راكم تشوفوا في اناء راني حاطه كيلوغرام من الرمان. الرمان هنا نقيته وقلعت له القشره تاعه الاولى والقشره هذيك البيضه باش ما ديرش مروره. كما راكم تشوفوا هنا عندي نوعيه الرمان، هنا خديت الرمان اللي يكون حامض جدا. هنا كاين نوعين من الرمان، كاين الحلو وكاين الحامض. كاين في الشجره يجي حامض، نوعيه من الرمان. انا اختارت هذا النوع حقيقه، حوست وبحثت على هذا النوع من الرمان حتى اللي لقيته وتحصلت عليه. ما شريتش هذاك الحلو اللي ناكلوه كفاكهه هكا، لا، دبس الرمان الاصلي يجي بالحامض. واللي ما عندهاش الحامض وما تواجد لهاش وما لقاتهاش، دير الحلو العادي وتزيد فيه عصير الليمون، يعني دير فيه جو دو سيترون. الكمية تاع جو دو سيترون على حساب كل كوب تاع رمان، تاع جو تاع رمان، باسكو هذا غادي نديروه جو ولا عصير. كل كوب نديرو فيه ملعقة كبيرة تاع عصير الرمان اللي يكون خالص، ما نزيدو له لا الماء لا والو. ملعقة كبيرة في كوب تاع 200 ملل، 200 ملل في ملعقة كبيرة من عصير الحامض. هنا أخواتي كما راكم تشوفو غادي نجيب شاش او منشفه تكون نظيفه، او قطعه قماش تكون نظيفه خاصه بالمطبخ. هنايا درتها دوبلي، حطيتها فوق الكاسرول وغادي نحط فيها كميه من الرمان ونبدا نعصر فيه هكا باش نحصل على العصاره تاع ولا الجو ولا العصير تاع الرمان. واخواتي نبدا نعصر فيه كيما هكا كيما راكم تشوفون، بنضغطوا جيدا الضغط الجيد باليد حتى تخرج لي هذيك العصاره كيما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه غادي نواصل حتى نخرج كل الكميه اللي فيه. واللي عندها اخواتي العصاره خاصه بالفواكه تعصر تخرج الجو تاعها وتعصر الرمان تاعها بعصاره الفواكه، لكن ماشي كل الناس توفر عندهم هذا النوع من العصارات. نخدموها يدويا كما بهذا الشكل اللي راني نخدم به هنايا، حتى انا ما توفرش عندي حقيقه هذه العصاره. نخدمها كما هكا اخواتي بهذا الشكل وبهذه الطريقه ونعاود نرجع لكم باذن الله. اخواتي ها هي الكميه تاع العصير كما راكم تشوفوا، ها هي تاع كيلوغرام تاع الرمان، وهنا هذاك العلف او الحصى تاع الرمان، النواة نتخلصوا منها. هنا اخواتي ها هو العصير تاع الرمان. نجيبوا طاوه ولا كاسرول تكون ثقيله باش نطيبوا فيها هذا الدبس. نكبوا العصير، والان اخواتي بدون اي اضافات هكا غادي نحطوه على نار متوسطه. اخواتي على نار متوسطه كما راكم تشوفوا، نحطوا الكاسرول تاعنا نخلوها تغلي
وكي تبدا تغلي دوك نوريها لكم اخواتي ونشوفوا الخطوات اللي نكملوها. اخواتي كيوصلكم هذه المرحله كيبدا يغلي غادي يدير لكم هذه الرغوه، الا قلكم تقلعوها لازم كاع تخلصوا من هذه الرغوه. كنا ندير لكم هذه الطبقه نقلعوها ونخلوه صافي، لازم نقلعوها باش تخرج لكم نتيجه رائعه. اخواتي مره اخرى غادي نخلوه يغلي، كل ما يديرنا هذه الطبقه تاع الرغوه نقلعوها بنفس الشكل وبنفس الطريقه، ومن بعد ان شاء الله نخليه حتى يولي لنا نصف الكميه ونرجع لكم باذن الله. اخواتي ها هو دبس الرمان تاعنا بعد الليطاب، هنا ولدت لي الكميه لحقت لي الى اقل من النصف، غادي نخليه الان يبرد غايه اخواتي ومن بعد نرجع لكم باذن الله. اخواتي ها هو دبس الرمان كما راكم تشوفوا، ما خرجيش كميه بزاف، هذا هو الاصلي لان حتى تمتص هذيك تبخر لي السوائل اللي تكون فيه ويبقى لي غير كونسونطري كما راكم تشوفوا. ها هو هنا خليته بات ليله كامله عند درجه حراره الغرفه او المطبخ بدون ما ندخله للبراد او للثلاجه. ها هو القوام تاعي كما راكم تشوفوا اخواتي، ها هو القوام اخواتي لازج جدا، تخرج لكم كميه قليله. اخواتي ها هو دبس الرمان امامكم، نتمنى ان شاء الله وصفه اليوم عجبتكم وفادتكم، والى اللقاء الى فيديو اخر باذن الله تعالى.